عليكم أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم مرة أخرى نزولا عند رغبة بعض الإخوة الذين بعثوا لي فيديو عن شخص اسمه أمير الموسوي، انتم تعرفوه، وهذا كان مسؤول أو ملحق ثقافي في سفارة الجمهورية الإيرانية في الجزائر، وكانت اتهم بأنه يقود عملية التشيع والتشيع في الجزائر، وكانت تحدث واحد ضجة، ولكن وزير الشؤون الدينية الجزائر خرج ونفى ذلك. هما حلفاء مع بعضهم كالمديون المصريين. هذا المعتوه خرج في لقاء صحفي وقال لأنه أمم في إشارة على المغرب، وعلى خلفية الاتهام الرسمي الذي توجه الدولة المغربية إلى إيران، لأنها تحشر أنفها في قضية الصحراء المغربية وأنها تدعم الملتزقة البوليزاري. والمغرب ليس دولة تافهة باش توصل بها الأمور أنها تهم دولة أمور بهذا الحجم دون أن تكون هناك أدلة. هذا النظام الإيراني، هذا النظام التوسعي المجرم القاتل الذي يحمل مشروعا تدميريا للأمة العربية والإسلامية، وهو مدعوم بمجموعة من الأنظمة الإجراء المجرمة أيضا كالنظام الجزائري والنظام السوري والنظام العراقي وحزب اللات المجرم في لبنان. هذه كلها مطايا وآليات يستعملها النظام المجرم الصفوي الإيراني. قلت على أن هذا المعتوه خرج وقال في لقاء صحفي، قل في إشارة أو في رد على المغاربة الذين يتهمون إيران، لأنه في نوع قالها بنوع من التعالي ونوع من العنجهية، لأنه لو دخلت إيران والجزائر وحزب اللات في قضية الصحراء يعني دخلوها في ذي ساعات، نفس اللغة التي يتحدث بها حلفاؤه الحمقى لكين هوك، وأنهم يتحدثون عن عن قبيلة أو مدينة يمكن احتلاله بضع ساعات، ولغة تعرفون معنى بضع ساعات يعني أقل من 10 ساعات، في حين أن حلفائه المعتوهي اللي كاين هوك كاين اللي قال 24 ساعة وكاين اللي قال 10 ساعات، وكل واحد في نوع من الصلف ونوع من العنجهية الغبية التي لا تتحضر لا الحقائق ولا المعطيات على الأرض ولا التوازنات الجيوسياسية ولا التوازنات الأمنية والعسكرية، يعني كلام مرسل يراد به دغدغة مشاعر الأغبياء وبوصبع أزرق وكل الحمقى الذين يهتفون لإيران ولأزلامها، أو أولئك المخلوقات الهلامية التي تظن فعلا على أن إيران وحلفاؤها هم محور المقاومة ومحور الممانعة. في الحقيقة هم محور المقاولة والمماتعة كما يقول بعض الأخوة. الرد على هذا الغبي الذي قال لأنه لو دخل هؤلاء الثلاثة المجرمون الثلاثة إيران والجزائر وحزب الله لا حلوا المشكل أو لاحتلوا الصحراء في بضع ساعات، هذا كيتسمى الغباء أيها الغبي، هذا غباء، وكأنك لا تحضر التاريخ. أولا من أنت؟ من أنت حتى تفعلها؟ عن أي رصيد تاريخي تتحدث أيها المعتوه؟ أتريد أن أذكرك بتاريخك أيها المجوسي؟ سهل، كنتم قبل الإسلام تستقون على العرب لسبب بسيط، هم أنهم كانوا فرق، كانوا قبائل مشتتة، ولكنهم قبل الإسلام مرغوا أنوفكم في معركة ديقار. أرجع وقرأ عن معركة ديقار دي قبل الإسلام، ثم بعد أن أسلمت الدول القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية وانضم إليها عرب العراق، مرغوا أيضا أنفكم ومسحوكم من التاريخ
ومسحوا الدولة الساسانية المجوسية عبدة النار، مسحوهم من التاريخ في بضعة سنين. وأنا أذكرك بمعركة القادسية، رحم الله المتنى بن حارثة ورضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن خالد بن الوليد وعن كل أبطال معركة القادسية. ثم اختفيتم إلى أن جاء المجرم المجوسي القاتل إسماعيل الصفوي الذي غيركم من دين الإسلام إلى دين الاثنى عشرية، دين الشرك والوثنية. أين هو رصيدكم التاريخي ومعارككم وحروبكم حينما جاء المغول والتتار وغزوا بلاد المسلمين؟ لم نسمع لكم صوتا، كنتم أكثر من هذا، كنتم عملاء للتتار والمغول إلى أن أفناهم المسلمون السنة في معركة عين جالوت. وخلال حكم المجوس الصفويين كنتم أعوانا للنصارى في أوروبا على الدولة العثمانية، وكلما أراد العثمانيون فتح أي أرض في أوروبا كنتم تناوشونهم في الشرق خدمة وكنتم تتحالفون مع النصارى في أوروبا. هذا هو تاريخكم. وثم بعدما سميت بثورتكم اللعينة، ثورة الخميني المقبور، دخلتم في حرب مع العراق ولم تستطيعوا أن تفكوها في بضع ساعات ولا في بضعة أيام ولا في بضعة شهور. ثماني سنوات مرغ العراقيون أنوفكم في التراب مرة أخرى. بماذا تريد أن تستقوي علينا أيها المجوسي؟ بماذا؟ ما هو تاريخكم؟ ما هو رصيدكم؟ أين هي حروبكم؟ أين هي بطولاتكم؟ أين هي أمجادكم؟ أتظن أيها المجوسي أن دخولكم إلى بغداد وإلى دمشق وإلى بيروت وإلى اليمن أتعتبره بطولة؟ بالعكس، أنتم لستم رجال. أنتم دخلتم هذه الدول الأربع لأنكم ركبتم المطايا من العرب، عرب العراق وعرب سوريا وعرب اليمن وعرب لبنان، هم الذين أدخلوكم على أكتافهم إلى بلدانهم، ركبتم المطايا ولم تفعلوها برجالكم ولا بجنودكم. ها أنتم تقاتلون في سوريا منذ 11 عاما، أنتم وروسيا وكل زبالة الشيعة التي استجلبتموهم من كل بقاع الأرض، كل في حزب اللات وحزب اللات العراقي وجبت الباكستانيين وكل زبالة الشيعة، ولا زالت المقاومة السورية ترد بأسكم أيها المجرمون. إذن بماذا تريد أن تقوي عيننا؟ أين هم الرجال الذين ستدخل بهم في بضع ساعات؟ أتريد أيضا أن تركب على الجزائريين وعلى اللبنانيين حزب اللات وعلى مرتزقة البوليزاريو؟ والله لن تكون لك، لأن المغرب ليس هو العراق وليس هو اليمن وليس هو سوريا، رغم أن الشعب السوري لا زال حتى الآن يربيكم ويعلمكم الأخلاق. أنتم مجرد حشرات وميكروبات تسلطت على العالم الإسلامي. أنتم لستم رجال ولستم أهل حرب ولستم أهل قتال. وحتى أذكرك، وكما يقول المصريون كان غيرك أشطر، خذنا حربا لمدة 16 عاما ضد الجزائر وليبيا وكل المعسكر الشيوعي ولم يدخلوها، لم يدخلوها لمدة 16 عاما. والأدهى من ذلك هو أننا دخلنا حرب بأسلحة تقليدية باقتصاد مهزوز بثماني سنوات من الجفاف، ورغم ذلك استطعنا أن نصمد. أما الآن أيها المجوسي فقد تغيرت المعطيات بشكل 180 درجة، لا على مستوى التسليح ولا مستوى المعرفة بالأرض وعلى جميع المستويات السياسية والعسكرية والجيوسياسية والاقتصادية والتحالفات، كل شيء تغير. وفي الأخير أنا أدعوك أن تفعلها، أنا مغربي مسلم سني موحد أشهد أن لا إله إلا أن محمد رسول الله، أتمنى أن تفعلها،
أنت والجزائر، أنتم والجزائر وحزب اللات، وأضف إليكم مرتزقة البوليساريو، أتمناكم أن تفعلوها. أتعرفوا لماذا؟ لأنكم إذا فعلتموها سترفعون عنا الحرج، لأننا حينما كنا نحارب الجزائر وليبيا ومرتزقة البوليساريو كان الحسن الثاني رحمة الله عليه يحس بنوع من الحرج لأنه يقاتل مسلمين، ودم المسلم على المسلم حرام كيفما كان الحال. أما الآن وإن فعلتموها فسترفعون عنا الحرج لأنكم مشركون، أنتم الشيعة الإيرانيون الاثنى عشري وكل من يدور في فلككم من الشيعة الروافد الذين يؤمنون بولاية السفيه كلهم مشركون، وحربهم فرض علينا نحن المسلمون، قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة، وأتمنى أن تفعلوها، ولكن لا تستجلبوا علينا مرتزقتكم، إذا كنتم رجال فأتوا برجالكم وبجيوشكم بفيلق القدس وفيلق اللاقدس والجيش الإيراني، وساعتها سنعرف كما يقول حينما ينجي الغبار سنعرف هل تحتك حصان أم حمار. هذا هو ردي على هذا المجوسي، هذا الذي أراد أن يستقوي علينا. أقول لك مرة أخرى باسم جميع المغاربة، يا ليتك تفعلها فتكون مقبرتكم إن شاء الله هنا في المغرب، المغربي العربي الأمازيغي، أرض الأشراف، أرض الرجال، أتمنى أن تفعلوها فتسقط دولتكم إن شاء الله، لأننا نحن المغاربة في تاريخنا تعودنا أن نسقط الدول ونسقط الظالمين، فلستم أنتم أقوى من الإسبان ولا من البرتغالي ولا من الفرنسيين ولا من كل من مر علينا، ولكن كما قلت بشرط أن تفعلوها بجيوشكم وليس بالمرتزقة المطايا الذين تركبون عليهم لتأخذوا مآربكم. لأن أقول لك أيها المجوسي، المغرب ليس هو سوريا وليس هو لبنان وليس هو العراق وليس هو اليمن، فلن تجدوا المطايا لتركبوهم لتدخلوا إلى هذا الوطن إلى هذه الأرض العزيزة. أظن أن رسالتي واضحة، تحية للجميع والسلام عليكم.